السلام عليكم، كتبه تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم على قناتي سمو الاعمال اليدويه، وقناتي الثانيه يوميات سمو، لان الفيديو غادي نشره على قناتي لانه يوميات سمو ما فيهاش هكذا مشتركين كتير، وبغيت ان الكل يستفاد ان شاء الله. فغتكون هذه عباره عن سلسله جديده ان شاء الله، سواء انها كان يوميات 5 ايام او اسبوع، يعني حسب اذا كان هذا الاسبوع يعني فيه بعض النصائح وبعض الاشياء اللي غتستافدوا منها. ما غاديش نعمل روتينات خاصه بالتنظيف او هكا خاصه بالمنزل، لان ما شاء الله في اليوتيوب كاين بزاف هكا بنات خاصين بالروتين او التنظيف او هذه الاشياء هذه، فقد يكون مختلف بعض الشيء من كواليس التصوير، من نصائح، يعني اشياء هكا متنوعه. ان شاء الله تكون هذه السلسله تنال الاعجاب ديالكم. ندعو على بركة الله، وهذا غادي يكون آخر تعريف عن هاد اليوميات. أول حاجة نوريكم هي هاد المشتريات هادو، خديتهم من المحل بريمارك أو برايمارك هنايا في فرنسا. هادو يلا أول مرة يحطوهم وخديتهم، يعني قلت علاش لا ما نجربوش. الثمن ديالهم 3 أورو 50 تونيك أو ديماكيو أو موزيل مكياج، و3 أورو 50 الغسول الوجه. بالنسبه للماسك ف 2.5 أورو. بالنسبه للماسك فهو موجود، يعني سبقلي شفته، لكن هاد جوج المنتوجين فهما جدادين، نفس يعني المكونات، نفس كل شيء تقريبا على ما اظن من الفحم. كما كتشوف التونيك اللون ديالو اسود، العيب اللي فيه هو انه هاد التونيك هذا او هاد الديماكيو فهو فيه الفتحه كبيره، يعني كيتصب واحد الكميه كبيره ديال المحلول. ما قدرتش نقول لكم الراي ديالي في هاد المنتوجين، لانه يعني اسبوع دابا هذا باش كان يعني جربته فقط مرتين. اما الماسك فجربته، الماسك عباره عن ادغو جيل، رائع جدا جدا. انا يعني انا من كنفضل الماسكات هكايا اللي على شكل ثوب، هكا تكون صراحه اسهل وما كتعكزيش عليه، فزوين بزاف. يعني لقيت واحد تاثير مباشره. ان شاء الله اذا مشيت مره اخرى للمجازا او المحل بريمارك فانا غادي نشري باذن الله، وهكا نوريكم ما وراء الكواليس. بالنسبه للتصوير كما كتلاحظوا فكاين 3 فيديوهات كيتسناني انني نصورهم، يعني مقاد كل شيء، ولكن عندي هذه القبعه على شكل كره قدم و مفرش، وهاد العلبة أنني نعاود نجددها، ولكن للأسف كان الشمس بزاف، لهذا فكان صعب. كان الشمس بزاف، كان الشتاء بزاف، وما كانش الظلام، كان الظلام كان الظلام، يعني ما كانش إضاءة جيدة. الآن غنتكلم على المشتريات الخاصة بهك بالبيبي أو بالأطفال. فأنا يعني دائما كناخد من بعض محلات، منها اوركسترا، فاكيد فهي كنا في المغرب، انا هنايا انا عملت معاهم لاكارت، يعني دائما تكون عندك خصم ديال 50%، فكنت محتاجة هكايا المنتوجات العناية. لهدف انا مشيت ولقيت بعض المنتوجات، خصوصا مع الاوركسترا جديدة، يعني أول مرة هنا فتحوها في نسكنة أنايا، مدينة في نسكنة فيها أنايا، فيها كل شيء. أوركسترا كانت كنمشي ليها قبل فكان فيها فقط الملابس، أما هذه فكان فيها منتوجات كثيرة، فخديت منهم هاد يعني مواد خاص بزيت الزيتون، كينظف المناطق، يعني منطقة الحفاض يعني طريقة زوينة، وفي نفس الوقت فهي كيعطيها واحد الحماية، انها يعني يعني ما يكونش فيها الاحمرار الخاص بالحفاض. خديت ايضا هاد جيل دوبا كما كتشوفوا في 98%، يعني علاش خديتهم بالضبط في هذا المحل، فيعني كلها منتوجات طبيعية، يعني كما كتلاحظوا في 98% منتوجات طبيعية. خديت كما قلت خديت هذا الجيل الخاص بال يعني بالاستحمام، خاص بالشعر والجسم، دائما كناخذ الشعر والجسم هكا في نفس الوقت. خديت ايضا هاد لوني طويو، ايضا هكا انا كن يعني كنوضعو هكا في علب صغيره، فما كيكون هكا خارجه يعني برا المنزل، ف
خصوصا إذا كان بيبي هكايا كيستفرغ أو كي مع اللعاب، فكيجي أسهل أنك تنظفه هكا باللون الطويون. كيعطي أيضا ريحة زوينة خفيفة هكايا. خديت أيضا هاد نوك دائما كنستعمله في تنظيف يعني البيبون او القنينات كما كتشوفوا. فملي كيوصل عندي النصف في العلبة السابقة، ملي كيوصل عندي النصف انا دائما كنجيب قميص ليليا، فكنجيب علبة اخرى. رائع جدا بالنسبة لتنظيف البيبون. كنا في محل ديال لوكلير هنا في فرنسا، فكناخد من عندهم جوج حوايج. اولها هذا الكوتون كما كتشوفوا، فهو 100% قطن، زوين بزاف، كفي بكمية كبيرة يعني 200 حبة. الثمن ديالو جد مناسب، وما كيطلقش هكا خيوط في الجسم. فخديت منه اثنان. هذا هو الشكل ديالو من الداخل كما كتشوفوا، على شكل مربع هكا، مربعات صغيرة اللي ما تضيعوا، ماشي مربعات كبار هكا يضعوا لكم، فقط مربعات صغيرة. وتقدروا انكم تعودوا تضعوهم هكا في واحد لاتخوص او حقيبة صغيرة، وتعملوها في حقيبة الخروج الخاصة بالبيبي. كما كتشوفوا انا خرجت منهم اثنان. بالنسبة أيضا للحفاضات، فأنا جربت جميع أنواع الحفاضات، يعني كل الماركات المعروفة ديال الحفاضات يعني كنلقى فيها مشاكل كثيرة، إلا هادو صراحة عجبوني بزاف. هاو سميت ليكوش أو الحفاضات كما كتشوفوا من نفس المجازة من لوكلير، رائع جدا. هادو بالألويفيرا، فيهم الويفيرا، وخاصة بالليل والنهار، يعني بالليل غادي كيشدوا كمية يعني البول أعزكم الله كبيرة، وما كيه تسربات، يعني ما كيه تسربات إلى خرجتوا هكايا، واضطريتوا أنكم ما تبدلوش لي الحفاض، فكون أكيد أن حتى حاجة ما غادي تخرج لي. أنا هادو اللي عجبوني وهما اللي وليت كنستعمل. بالنسبة للانجيت أو المناديل المبللة، أنا كناخدهم من محل أكسيون، يعني كتلقى هكا خمسة يعني خمسة الوحدات كما كتشوفوا من لا مارك بومبيرس. دائما يعني ما تكونش بزاف، لهذا دائما تمشيو في الوقت اللي كيحطوا السلعة في المجازة. والثمن ديالو الصراحة الثمن جد جد مناسب، يعني خمس الوحدات تقريبا ب6 أورو، 6 أورو 44 كما كتشوفوا. أول مرة نحتفظ بتيكي 6 أورو 44، وفيهم خمسة ديال الحبات. ندوزو نوريكم كيفاش انا كنظف هكا القنينات الخاصة بالحليب، والادوات يعني الادوات اللي كتحفظوا فيها الحليب في الثلاجة، يعني كل الاشياء الخاصة بالبيبي او السكاتات. فانا كنستعمل هاد، عندي جوج طرق. اول حاجة الغسيل اليومي، كنستعمل هذا النوك، زوين صراحة بزاف بزاف، يعني كيحيد او في مثل الانزيمات كتحيد كل اثار ديال الحليب، وايضا الرائحة، يعني ملي كتغسل بهم فما كتبقى حتى الريحة كما كتشوفوا. فانايا كناخد هذا تقريبا الثمن ديالو 5 أورو وشي حاجه، وكنوضعوا في علبه اخرى. العلبه الاخرى نوريها لكم هنا فيك الاختلاف، ان هذه العلبه الراس ديالها كيخرج سائل، المحلول كيخرج سائل، اما العلبه الاخرى فالراس ديالها كيخرج على شكل رغوه. لهذا بالنسبه على شكل رغوة، في الثمن ديالو تقريبا 7 أورو وش 7 أورو شي حاجة. لهدف أنا شكن ديفا كنحتفظ بالعلبة يعني نفس المنتوج، خصوصا أنه في القنينة الأخرى اللي كتسرب فيها على شكل محلول، فالكمية ديالو أكثر من هذا اللي على شكل يعني رغوة. لهدف أنا كناخد المحلول من العلبة للعلبة الأولى، وكنوضعها في هذه العلبة اللي كتخرج على شكل رغوة،
باش هكا ما نبقاش نشري يعني ما نبقاش نشري الاخر غالي على قبل فقط هذاك الراس. بس ما تكون فهمت كيفاش كان كندير. اما الطريقه الثانيه طريقه التعقيم، فانا كنديرها هكا مره كل اسبوعين او مره كل اسبوع، طريقه عاديه جدا. يعني ما حاول انكم ما تغليوش القنينات الخاصه القنينات او البيبغون او السكاتات او اي حاجه خاصه بالبيبي، خصوصا يعني اي ماركه، ما علاش نقولش من الماركه، يعني حاول انكم ما تغليوش، يعني فقط الخل والملح وماء ساخن جدا هكا في واحد البانيو، وتركوه حتى يبرد الماء، ومن بعد غسلهم بشكل عادي. بالنسبة للأشياء اللي استعملت أو الزيوت أو الكريمات اللي استعملت يعني في فترة الحمل وبعد الولادة، هنا كاين بعضها والبعض الآخر فهو يعني معروف. اول حاجه كنت كنستعمل انا هو زيت زيتون، يعني كنت كنستعمل زيت زيتون مخلط مع زيت ارغان يعني طبيعي. دائما خص يكون هذا زيت زيتون او زيت الارغان ليس للاكل وانما للتجميل. من بعدها فاستعملت هاد فيليدا فيليدا او ويليدا، ما عرفش الاسم بالضبط واش فيليدا، على الاغلب فيليدا. استعملت هاد الزيت، نصحتني به اختي، يعني فيه مجموعه ديال الاعشاب وكيصلح لجميع يعني انواع البشره. هو خاص بالويل دو ماساج دو فيرجيتور، يعني التشققات ديال خصوصا فتره ماترنيتي، يعني فتره الحمل وما بعد والولاده. بالنسبه لهدف انا يعني الاخت ديالي فهو نفع بزاف بزاف، انا ما نفعنيش، يعني ما عملش لي اي تغيير، ولكن استمرت عليه. فنوريكم من الداخل، طبيعه الحال ما غاديش نرمي، اكيد غادي نستمر في الاستعمال ديالو كما كتشوفوا. فبقى فيه فقط بقى فيه فقط شويه اللي بقى فيه، لاني استعملته بطبيعه الحال ما غاديش نرمي. الا كان ما عملش ليا فرق كبير، انا بالنسبه للفيرجيتور فما ظهروش ليا في الحمل فترة الحمل كلها، انما ظهروا لي فقط في شهر 8. يعني في شهر 8 فكانوا ظهروا لي تشققات او الفيرجيتور يعني بطريقه هكا مفاجئه مع الحبوب. يعني كان في منطقه البطن كلها كانت كان عندي حبوب، يعني اللي كت اللي كتحك، يعني كتقاد ضروري خاصك تحكيها، يعني كت ماشي يعني حبوب هكذا فقط حبوب، يعني ما فيهاش تاثيرات، وانما خلاص اما كان فصل الصيف يعني كتكون سخونه سخونه بزاف، يعني ضروري انك تحكي خصوصا بالليل. لهذا فبقى لي اثار كبيره كبيره في البطن ديالي بسبب هاد الحبوب. لكن مباشره بعد الولاده فما بقاش كيظهروا لي الحبوب، ما بقاش الحكه، ما بقاش يعني اي حاجه، ولكن بقاو الاثار بطبيعه الحال ديال الفيرجيتور ديال هاد المكان ديال الحبوب. لهذا فهادو ايضا كنت كنستعمل، هادو خديتهم لي زيشونتيو، فخديتهم من فارماسي، يعني فقط طلبوهم منهم، الى طلبوهم منهم خذوا اي برودوي تماك في فارماسي او بارا فارماسي. وبالنسبه لي انا فجربت فقط في فارماسي، وطلبوه طلبت منهم لي سيشونتيو ديال ميستيلا الخاص بالفيرجيتور ديال البطن وديال ايضا ديال الثدي. فخديت من عندهم هادو بخصوص هادو السيرومات خاصين بفيرجيتور اللي تيكونوا في التدي، وهادو جيل كاين حتى الكريم والزيت، هذا زيت وهذا كريم وهذا جيل ديال البطن خاص بالفيرجيتور ديال البطن او ديال الافخاذ بطبيعه الحال، يعني حسب كل واحد في كينوض لي الفيرجيتور او تشققات. من بعد لانه هذا فهذا من احسن ما تستعملوش في فتره الحمل، لانه تقولوا انه شويه يعني خطير على البيبي، كيوصل على البيبي يعني في واحد بعض المواد. هذا يعني هذا اللي كنلقى في جميع مواقع الانترنت، كنلقى انه بي اويل من افضل ما يستعمل في فتره الحمل. هذا فانا ما استعملتوش في فتره الحمل، استعملت فقط هذا وهذا وكريم عادي وزيت زيتون مخلط بزيت ارغان. ولا الى عندكم زبده شيا طبيعيه، زبده شيا طبيعيه او بور دو كاريتي يكون طبيعي، خصوصا في فرنسا فما افضل تاخذوه عند الافارقه، فتكون عندهم طبيعي استعملوه فقط
زدت شيا، فهي كافية أنها يعني ما غاديش نقول تحيد لكم أو ما غاديش يظهروا لكم الفيرشيتور، إنما غادي يخففوا لكم هكا باش ما يعني باش ما يكونوش كمية كثيرة وصعب أنهم يتزالوا أو يتخفوا. من بعد الولادة يعني بعد تقريبا شهر بديت كنستعمل بي اويل، يعني هذا هو الشكل ديالو. كنظن ان الجميع كيعرف بي اويل، فهذا هو الشكل ديالو، هذا هو الشكل ديالو تقريبا. هذا هو الحجم الكبير، فيه 125 ام ال، خاصته هو بالاثار بالتشققات، ايضا بالثدي، تشققات ديال الثدي، يعني في بزاف الاشياء. كنظن بزاف الناس كيعرفوا هاد بي اويل. الصراحه لقيت فرق كبير كبير، بحال دابا هذا الاخ ديالي فما والمهاش، يعني ما عمل ليها اي حاجه، بعكس هذا فهذا والمها بشكل كبير، وانما هذا لا. انا بالنسبه لي هذا هو اللي والمني بزاف بزاف، يعني من بديت انا كنستعمله دابا تقريبا 3 اسابيع لقيت واحد الفرق كبير 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 في منطقه البطن. انا فقط عندي تشققات في منطقه البطن، فلقيت يعني فرق كبير كبير، يعني خفوا بشكل خصوصا قبل ما يتحولوا، ضروري تستعملوهم قبل ما يتحولوا الفيرجيتو او التشققات او كما كتسموهم نتومايا، قبل ما يتحولوا هما تيكونوا اللون الاحمر او اللون الوردي قبل ما يتحولوا اللون الابيض. ضروري خاصكم انكم تعملوا هذا الشيء قبل ما يتحولوا اللون الابيض، فصعب طبيعه الحال انهم يتحيدوا اذا تحولوا اللون الابيض. كما قلت انا كنستعمل هذا، الحمد لله لقيت فرق كبير، لقيت فرق كبير. والحمد لله مع الوقت فانسان ضروري العنايه، خصوصا ايضا بالنسبه للناس اللي والدين قيصري او سيزاريا، ايضا يستعملوا في منطقه يعني العمليه، فغادي يخفف ايضا، غادي يخفف الاثار ديالها بطبيعه الحال، فما ما كاينش يعني شي خطر، خصوصا بطبيعه الحال حتى تبرا بشكل نهائي، يعني تبرا المكان ديال العمليه بشكل نهائي، ما يبقاش مفتوح او يعني ملتهب او اي حاجه، يعني تفادوا اي كريمات، تفادوا اي حاجه، فقط الماء 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 فقط الماء، وتكون منطقه جافه، يعني ما تستعملوش اي كريمات واي كريمات هكا خاص بالسيكاتريس او بالفيرجيتور، يعني تفادوا هذا الشيء بكامل. بالنسبه لي انايا فالطبيبه قالت لي فقط ملي حدات لي هذيك الكخافوز، قالت لي فقط يعني استعملي كريم باش هكا المنطقه ما تكونش قاصحه قاصحه، يعني انا كنت كنستعمل فقط الكريم هكا، كريم عادي عادي ديال الاطفال او اي كريم يعني خفيف فقط في المنطقه، حتى يعني باش ما تكونش هكايا كارمه وصعب انها يعني تبرا او تعالج او انها تخف المنطقه ديال العمليه. وهادو فقط بالنسبه ل يعني الوسائل اللي استعملت انايا في فتره الولاده وما بعد الولاده، في فتره الولاده في فتره الحمل ما بعد الولاده. وهادو كنتمنى ان شاء الله نكون فدتكم. كما كتسمعوا فعلى نفس اليوم، يعني يوم الجمعة، كما كتلاحظوا في أمطار ما شاء الله كثيرة، لهذا فكان صعب علي أنني نعمل فيديوهات أكثر. كنتمنى إن شاء الله تكون هاد الأول أول فيديو مختلف في القناة يعجبكم من الإعجاب ديالكم، لأنه هكا أفضل أنني كل فيديو نقدم فكرة أو نصيحة فجمعت كل شيء فيديو واحد، بشرط أنه ما يكونش طويل بطبيعة الحال. كنتمنى إن شاء الله نتلاقوا فيديو آخر بإذن الله تعالى. دمتم بخير، مع السلامة.